بهذا الوقت صار كان بيكون هون وعم نتعشى كلنا مع بعض. قديش البيت فاضي بغيابه يا أمي؟ عمتو؟ حياتي. سوفي؟ هاد تارتشين جبتلك يا إليك. تارتشين؟ ليش جبتي لي اياه؟ مشان ما تخافي من الناس الشريرين، أنا دائما بلعب معه. هو بيحميني وهلا رح يحميكي إليك، لهيك ما عاد تخافي أبدا، اتفقنا؟ وانتي شو رح تعملي بعد ما تعطيني رفيقك تارتشين؟ مين رح يحميكي؟ ما رح تخافي؟ ابدا، لانه بابا موجود. عارفه انه بابا بيقتل الشريرين كلهم؟ عنجد انا مبسوطه كثير لانه تعرفت على تارتشين. دقيقه، اليوم رح كون انتي مشان اعرف كل شي هاندا، واليوم اللي رح التقي بصديقك كمان، اللي عشتي واللي بيعرفه رح اعرفه كله. رح تعيشي بالغصب. معقول كنتي عايشة بالغصب هاندا؟ وين انتي؟ شو عم تعملي؟ انتي عايشة؟ هاد كمان ما بعرفه. رح أعرف شو اللي صار معك، أنا بوعدك. رح أدفع ثمن حياتي، لا تقلقي، رح أعرف كل شي. هاندا؟ بنتي قديش طالعة حلوة اليوم. شكرا كثير. إلك عندي مفاجأة، أنا اشتريت لك موبايل جديد وخط جديد كمان. ما في داعي، أنا أصلا عندي موبايل أمي. بنتي هاد كله من شان مصلحتك حبيبتي. وين موبايلك؟ تمام، ما عدت بحاجة لهاد بعد هلأ. رح تحملي هذا الموبايل الجديد. وأخيراً هي رقم جنجو والكل صاروا عندك بالموبايل. تفضلي. هاندا بنتي، أنت بتعرفي إني عملت كل شي ممكن وما رح أقصر أبداً. وإذا في حدا بيرمي ولادي بوردة، وقتها هو رح يدفع الثمن غالي. أنا ما رح أهتم لحدا، ما تقلقي. هاندا؟ غوكان؟ كثير متغيرة. تفضلي. كيفك؟ منيحة. تمام. شو تشربي؟ شاي. اثنين شاي معلم. بس شفت رسالتك فرحت كثير. ما خطر لي إنه ممكن ترجعي. صح، تواصلت معك وما بعرف إذا نحن أصدقاء، مو متذكرة. ما تواخذني، مو متذكرة أي شيء صار بالماضي.
صار معي حادث وللأسف خسرت ذاكرتي، وكل شي صار معي قبل الحادث ما عم بتذكره. يعني فيك تقول عم بتذكر الشغلات اللي صارت الجديدة بس. لهيك أنا أجيت لشوفك. في سبب؟ 93، هذا الرقم كان رقم مدرستك أنت، مزبوط حكي؟ لهيك توقعتك بتعرف السر اللي أنا ما بعرفه. جوكان، شو هو الشيء اللي أنت مخبيه يا ترى؟ احكي. ايه أنا بعتذر كتير منك. نحنا ما كنا مقربين من بعض، كنا مجرد رفقات بالمدرسة مو أكتر يعني، بس مو مقربين من بعض. وقت حكيتيني بعد هالسنين توقعت إنه نحكي بشغلات تانية، وما كنت عارفان شو يلي صاير معك. لهيك أنا بعتذر منك وما رح ضايقك. ما في داعي تعتذر مني بنوم، أنا فكرت إني رح أعرف شي منك، هي كل القصة، وأنت ما غلطت بولا شي. والله كنت حابب ساعدك كتير أنا وأخدمك، بس هذا الرقم ما بيخصني. طيب لمين ممكن يكون؟ قصدي إذا ما كان رقم مدرسة مين ممكن يكون؟ يعني عندك فكرة؟ ساعدني شوي. بس بتذكر إنك كنتي بفريق السلة، معقول يكون الرقم يلي كان محطوط على لباسكم الموحد بالفريق؟ كيف ممكن أعرف هالشي؟ موقع المدرسة أكيد في صور قديمة على موقعون. لحظة. شوفي هالصورة، هاي صورة فريقكم انتو، هاي انتي، والرقم 93 يلي لابسته هي توتشي. تعرفها؟ ايه طبعا، لساتنا اصدقاء وكل فترة بنلتقى سوا. يعني ممكن انك تاخذني لعندها؟ ايه طبعا. شكرا. هون بتشتغل؟ أنا ما رح فوت معك، فوتي أنت حكيها لحالك أحسن. شكراً كتير. العفو، وخبريني شو بصير معك. طيب تفضلي. توتشي؟ اي انا هاندا، هاندا كورد اغلو. هاندا شو اخبارك؟ تمام، بس حابه احكي معك شوي، في مجال؟ اي طبعا، فوتي. شو تشربي هاندا؟ لا شكراً. وين هالغابة؟ قصدي وين كنتي؟ مالي متذكرة شي أبداً، عملت حادث وفقد ذاكرتي، بس أنا أجيت لهون كرمال تساعديني. رقم 93 كان رقمك وموجود بغرفتي، تعرفي أي شيء عنه؟ احكي لي. تعرفي ليش زعلتي؟ معناتها بتعرفي شيء. من وقت ما رحتي وأنا عم حس بالذنب، فكرت حالي إنه أنا السبب بقصة اختفائك هاي. ليش؟ لأنه نحن كنا مراهقين وعصبيين زيادة، لهيك ردات فعلنا أكيد بيكون فيها
كتير قسوة. طيب انت ليش كنتي عم تحسي بالذنب؟ بصراحة أنا كنت عم حاول ابتزك. قلتي ابتزاز؟ كيف يعني؟ انتي ليش ما كنتي؟ كنت شو؟ ما كنتي حامل يا هاندا؟ مو متذكرة؟ كنت حامل؟ أنا كنت حامل؟ إيه كنتي حامل، كان في طفل ببطنك، بس معقول تنسي هالشي؟ هي أول مرة بعرف هالحكي إنه أنا... يمكن ما كان لازم خبرك، أنا آسفة كتير. في حدا تاني بيعرف؟ أمي بتعرف هالموضوع؟ أي حدا تاني؟ أصلاً أنتي كنتي عم تتقبلي ابتزازي مشان ما حدا يدري. طيب مين كان أبوه للطفل؟ ومعقول كنت حامل بهالعمر؟ أنا ما بعرف، بس عرفت وقت ساويتي الاختبار بحمام المدرسة، اختبار الحمل، وما بعرف مين أبوه. هاندا، شو عم بيصير؟ من مين كنتي حامل؟ وهو شو صار فيه؟ خيال، خيال. بتعرف كيف ممكن أوصل له؟ شو هالمفاجأة الحلوة وهي أبوك هون؟ بايرام، ألو؟ جينجو، أنا هاندا. هاندا؟ ما عرفتك شو ظاهر هذا رقمك الجديد؟ إيه هذا رقمي الجديد، بس إذا بتريد بدي منك تاخدني لعند خيال، بدي شوفها وأحكي معها ضروري. خيال؟ بس كيف بدنا نلاقيها؟ إلي زمان ما شفتها. بعرف حدا ممكن يساعدنا. بايرام أبوها لخيال. أنا آسف يا أمي، أنا بروح وين ما بدك. حبيبي أنا بعرف إنك متضايق من هالوضع هاد، حتى لو رحنا هلأ ما رح نستفيد، لهيك رح نضل، رح نتحمل مع بعض. هاندا؟ جينجو، احكي لي شو صار؟ لقيت العنوان، السيد بايرام ساعدني وقال لي وين العنوان وقتلت له اسمك. عن جد هيك؟ يلا نروح لكان. بس خبريني بالأول شو عم يصير وشو في ببالك هلأ؟ شو بدك فيها؟ ليش مصرة كتير تشوفيها؟ ما بقدر خبرك، قصدي أنا لازم أعرف كل شي عن حالي قبل أي حدا تاني، ورح خبرك بس شوف خيال. تمام؟ تمام. مدام. مرحبا هاندا. بغرفتها هلأ؟ لا مدام، طلعت من بعدك.
وليش ما خبرتيني؟ ما كنت بعرف إنه لازم خبرك. طيب وصلنا. هذا البيت. ألو؟ ألو هاندا؟ وينك أنت بنتي؟ أنا مع جينجو هلأ عم نتمشى. أنت هلأ معه؟ طيب لا تتأخري. إيه؟ أكيد أمي. تمام. هدول الأشخاص السيئين؟ أنت ضل هون حبيبي. إيه؟ مين؟ هاندا. السيد بيرام عطانا العنوان. بدي أحكي معك بموضوع ضروري كتير. ايه تفضلي. جينجو، شو رأيك نروح مشوار؟ تعال ما منتأخر. تعال حبيبي يلا. أنا كنت عن توتشي، ما بعرف إذا أنت بتعرفيها ولا لا. أنا عندي سؤال صغير. توتشي تعرفيها؟ عرفتها عن طريقك. معناته أنت بتعرفي. كانت عم تبتزك هاندا. يعني مزبوط. أنا كنت حامل. شو صار بالولد هاندا؟ ما بعرف. مين كان أبوه؟ ما بعرف إذا صح إنه دوري هلأ وتكتشفي هاي الشغلات كلها. أنا لازم أعرف. بترجاكي تقولي لو سمحتي. حكيلي مين أبو للولد لو سمحتي. خيال. جينجو، هاندا، شو بك خيال؟ انت متأكدة انه بدك يعني سوي؟ ايه بلشي تصوير. رح كون بعيدة كتير
وقت بتكون عم تشوف هالفيديو جينجو. لا تتصل فيني أو حتى تلاحقني أبداً. أنا رايحة إلا مكان كتير بعيد وما رح تعرفه. أنا رح بعد عنك وعن كل شخص بعرفه بحياتي اللي عشتها. ما رح تعرف ويني، لهيك رجاءً ما تعصب مني. بعد هالحياة اللي عشتها والشي اللي تحملته أنت لازم تعذرني، بس ما تقلق. وقد ما حاولت تحس بالشي اللي مريت فيه أنا، صدقني ما رح تقدر تتحمله وما رح تحس بشعوري وما رح تتأذى. الجرح جواتي أنا، ما رح أنساك أبداً جينجو. لا تقلق علي لأنه ماني خايفة، أنا ما رح كون لحالي.